باختصار نحن نقف وراء الرئيس المكلف سعد الحريري بالخيارات اللي حطها لتشكيل حكومة. نعم. إن كان بالعدد، إن كان بموضوع السلسلة المعطل، إن كان بحكومة الاختصاصيين. هي الموقف أعلناه من أول يوم، ويمكن بلحظة من اللحظات كنا شفنا قدنا في عرائيل. قلنا للرئيس الحريري إذا ما بدهم زدت هالمهمة على الأكثرية الموجودة. وشفنا الرئيس الحريري متمسك، طول ما هو متمسك بخياره نحن وراه. نحن بهذا الموضوع بنعتبر انه يجب الفصل بالحد الادنى. اذا بدنا نضل مرتبطين كليا بوضع المنطقه والصراعات الاقليميه والدوليه السيستوديه ما حنخلص. بالوقت نحن وضع الاقتصاد الاجتماعي لا ينتظر، نحن ملزمين. وهيدي بتصور كيف مبادره ماكرون تفصل بالحد الادنى بين حاجاتك الداخليه بعد انفجار المرفأ وبين التسويات الإقليمية الدولية المنتظرة. وخلينا بس نكون صريحين، ما حدا يعتبر إذا صار في تسوية إقليمية أو دولية من يعرقل اليوم إنه حتكون والله لصالح لبنان. ما هي مشكلتك مرات بالصراع بتكون أنت الضحية وبالتسويات بتكون الضحية. نحن من يعرقل اليوم برأيك أنت؟ من يعرقل تشكيل خليني بس أوضح أكثر. نحن ملزمين ككل قوى سياسية جميعا أن إنه نحاول الحد الأدنى نوجد، على الأقل عيب علينا ما نقول انه عندنا حد ادنى من قرار وطني مستقل. ما فينا، هيدا مرتبط بالسياده. ما فينا نضل نقول شو بدها ايران وشو بدها السعوديه وشو بدها تركيا وشو بدها امريكا وشو بدها هي الدوله وهي الدوله. بالحد الادنى بالواقع اللي عايشينه احنا هلا، بالازمه الخانقه اللي عايشينها، اذا ضل رابطين كليا وضع لبنان بخيارات المنطقه الاقليميه والدوليه، هيدا الشعب السوري صار له 2013 كثير منيح وطويله بعدها معه. حضرتك عم بتقول نحن وراء، بس بالإذن دكتور، حضرتك عم تقول نحن وراء الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، صحيح؟ أوكي. وإذا سعد الحريري ينتظر ما يريده الخارج، يعني أنت حكما صرت منتظر ما يريده الخارج، يعني صرت عم بتناقض حالك. أنت عم بتقول أنه نحن لازم كوطنيين نشكل، ونحن كلنا بنعرف أنه مثل ما متفقين أنه الخارج هو من يساهم في التشكيل. سعد الحريري ينتظر الخارج، أي خارج؟ إذا متهم السعودية عم تعرقل، يا خي السعودية هلا مش لاعب أساسي بالبلد. عندك اللاعبين الأساسيين إيران والأمريكان. نعم. أوكي؟ إذا بنقول السعودية بتقول يعني كنت ضمن الفلك الأمريكي بالسياسي، مش هيك؟ نعم. ولكن المعرقل الأساسي للتسوية اللبنانية الداخلية في جزء منها خارجي صحيح، ولكن في جزء داخلي. إذا نحن ما استوعبنا حجم الأزمة، الناس اللي عندنا الجوع، العوز، الهجرة، الإفلاس، الفقر، ونضل منتظرين التسويه الاقليميه الدوليه، لا والله وحياتك. طيب. حيروح البلد، حيروح الكيان. يمكن هون عم يحكي استاذ جورج، هذه صرخه البطرك كانت، هي صرخه البطرك انه بالوقت الحاضر بخل نحيد قد ما فينا البلد، الحياد الايجابي، الحياد الناشط سميه، عن ازمه المنطقه لنقدر نعالج مشاكلنا بالحد الادنى. مشاركين كحزب اشتراكي بالطلعه على بكركي نهار السبت؟ نحن كنا امبارح. ايه بس مشاركين جماهيريا وشعبيا؟ لا، ما عندنا. تبعتوا جمهوركم يشارك؟ نحن جمهورنا بتصور عبر عنه امبارح غازي العريضه بكلامه الرسمي بال لا بس انا عم بحكي على الارض كحشود شعبيه. لا ما في ضروره.